بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدين الأعزاء، مشاهدين قناة كويت سبورت وبرنامجكم برنامج كروسفيت. وياكم كابتن حسين السعد واللي قدم لكم هذا البرنامج. تماريننا دائما تكون عبارة عن بارت A وبارت B. بارت A دائما يكون في تمارين، إما تمارين تقويات أو تمارين نتعلم فيها سكيلز أو نتعلم فيها تكنيك للعبة الويت ليفتنج أو سكيلز لتمارين الجيمناستيك. لاعبين الكروسفيت أغلبهم تحوشهم إصابات، أو حتى دائما يقولوا لنا لعبة الكروسفيت تعتبر من الألعاب اللي في ريسك وايد عالي أنك أنت تحوشك إصابة. طبعا الكلام ممكن يكون صح أو يكون خطأ، بسبب أن لاعبين الكروسفيت عندهم يعني مثل ما نقول يحبون دائما أنهم يلعبون أوزان عالية، لأن احنا نلعب من ضمن كوميونيتي أو نلعب ويا بعض ويكون في منافسة دائما، فندز نفسنا أن احنا نلعب بشكل أقوى دائما، ودائما نركز على الألعاب اللي نفوز فيها. لكن نهمل أو لاعبين الكروسفيت يهملون بشكل جدا كبير تمارين التقويات واللي تساعدني في تحسين المفصل أو تحسين العضلات المحيطة بالمفصل واللي تشيل الحمل عن المفصل، أو أنه يكون عندي عضلة متناسقة. يعني مثلا ألعب دائما خطف خطف خطف، فزوايا العضلات اللي أستخدمها بالخطف راح يكون في قدامها زوايا عضلات ثانية يكون فيها ضعف. فإحنا المفروض أن يكون من ضمن برنامجنا أن إحنا ناخذ بعض التمارين اللي تقوي العضلة بشكل كامل، لأن مثلاً إذا نشوف عضلة الكتف في مجموعة طبقات من العضلات اللي موجودة عندنا، مو فقط عضلة الكتف الأمامية والجانبية والخلفية، لا، في مجموعة من العضلات اللي المفروض أن إحنا نركز عليها نقويها، مثل روتيتور كاف وغيرها، تساعدنا أن العضلة تكون متوازنة وقوية وتتحمل الضغط عشان ما يصير عندنا إصابة. تمريننا اليوم راح نركز فيه على عضلات الأبر بادي، ونقوي بعض الزوايا العضلية اللي نحتاجها في لعبة الكروسفيت، لأن احنا نعرف ان لاعب الكروسفيت في طلب جدا عالي على عضلات الكتف، بما انه عنده جزء من هذه اللعبة لعبة الويت ليفتنج وكذلك الجيمناستيك، وهذه اللعبتين اثنينهم يركزون على الكتف بشكل كبير. فتمريننا اليوم راح يكون عبارة عن كل التمارين اللي بنسويهم عبارة عن 4 جولات 12 عدة. راح نبدأ بالتمرين الأول وراح يكون أرنولد بريس. أرنولد بريس نحن مثلاً على البنش، وأستخدم وزن مناسب بحيث أن الوزن هذا أقدر أسوي فيه 12 عدة. لو أقول لك سوي فيه 13 تقول لي ما أقدر، ولو أقول لك مثلاً تسوي مثلاً 11 أو 10 تقول لي هذا الوزن خفيف. فتختار الوزن المناسب اللي يوصلك حق العدات المناسبة. بداية التمرين راح استخدم أو خلي الدامبل قدامي، بعدين أرفع إيدي وألفها بهذه الطريقة وأنزل، وهذا التمرين راح يساعدني بشكل جدا كبير أني أستخدم أو ألف كتفي أو أقفل كتفي في تمرين الجيرك وكذلك تمرين الخطف. فهذا واحد من التمارين المهمة اللي أني أقوي نفسي فيه بشكل مستمر عشان يكون عضلتي متكاملة وما تحوشني إصابة. مثل ما قلنا هذا التمرين راح يسوي 4 جولات 12 عدة. التمرين الثاني راح يكون تمرين الكتف الجانبي، ممكن أسويه طبعا وأنا واقف أو ممكن وأنا قاعد، لكن أهم شيء أني ما أدز بريولي أو أستخدم ظهري، شيل وزن مناسب أحاول أني أصعد أوقف ثانيتين وأنزل. راح أسوي هذا التمرين 12 عدة في 4 جولات. التمرين الثالث راح يكون الريفيرس فلاي، واللي هو راح استخدم كذلك هذا التمرين يحتاج أني أستخدم وزن خفيف نوعا ما، يختلف عن الأرنولد بريس ممكن أروح أثقل شوي، لكن هذا التمرين أحاول أني أستخدم وزن أخف، لأن الأهم في التكنيك. نشوف بعض اللاعبين يكون عندهم عوار بالمنطقة هذه لأنه قليل أنت تدربها مقابل الضغط الكبير اللي يصير عليها، فهذا واحد من التمارين اللي تساعدني في تحسين هذه العضلة. فراح أنزل الطريقة هذه، بعدين ما أسحب بشكل مستقيم، لا، أحاول أني أسوي فلاي وأحرك هذه المنطقة، أحس أن لوح الكتف قاعد يتحرك يسكر ويفتح. أسوي هذا التمرين 4 جولات في 12 عدة. التمرين اللي بعده راح يكون تمرين الفيس بول. الفيس بول من الاسم انه يكون الرابر باند مقابل الوجه. آخذ خطوة إلى الخلف، راح أسحب وأرجع
احاول اني وانا اتمرن احس بعضله الكتف الخلفيه لما اسحب، اوقف ثانيتين، واحد اثنين، بعدين انزل علشان استفيد من الاستفاده القصوى. هذا التمرين راح نسويه بحدود من 12 الى 18 عده في 4 جولات. التمرين الاخير راح يكون تمرين الروتيتور كاف، واللي يساعدني في زياده مدى الحركي لعضله الكتف، لانه هو يمرن عضله الكتف الداخليه. راح استخدم رابر باند، اخذ خطوه الى الخارج، احاول اني بس احرك هذه القسم او ها ايدي من هني، ما احاول اني ابطل ايدي برا، فاحاول اني افتح ايدي الى اقصى مدى ممكن. راح اسوي الى الخارج، ممكن اسويه الى الداخل، الى الخلف كذلك. راح يكون كل تمرين بحدود 10 الى 12 عده في 4 جولات. هذه الخمس تمارين اذا خليتها جزء من روتينك في التمرين، انا اضمن لك ان تعرضك للاصابه ان شاء الله راح يكون وايد اقل. وبكذي نكون خلصنا بارت A من تمريننا اليوم. أعزائي المشاهدين، بارت بي بالنسبة لحلقتنا اليوم راح يكون عبارة عن راح أسوي 3 ساند باج كلين أوفر شولدر، بعدين راح أسوي 6 بيربيز بوكس جمب أوفر، بعدين راح أسوي 9 بول أب. طبعاً بالنسبة حق الساند باج راح أختار بالنسبة حق اللاعبين الانترميديت أو السكيل راح يأخذون 50 LB، لكن اللاعبين الار اكس راح يلعبون 100 LB. البيربيز بوكس جمب اوفر اذا كنت لاعب ار اكس فراح تلعب الارتفاع العادي. السيدات طبعا ممكن يلعبون الارتفاع الاقل واللي هو 20. الاشخاص اللي ما يقدرون ينطون البوكس ممكن يحط 2 بليته فوق بعض واسوي بيربيز وانط علشان اتعود واكسر حاجز الخوف او رهبه البوكس جمب. فراح احط مثلا بليتين 45، راح يكون ارتفاعهم تقريبا هذا الارتفاع. الأسبوع اللي بعده لما يكون فيها بوكس جمب راح أحط بليتة ثالثة وكذلك لغاية ما أوصل إلى هذا الارتفاع. بالنسبة حق البول أب وبالتمرين عندنا 9 بول أب. إذا كنت آر إكس فراح أسوي بتر فلاي بول أب، إذا كنت ما أعرف ممكن أسوي كيبينج بالطريقة هذه. أوكي، إذا ما أعرف أسوي كيبينج ممكن أسوي ستريكت، لكن دائما الستريكت راح يأخذ مني جهد أكثر. زين، اذا حتى استركت ما اقدر استخدم رابر باند. ما قدرت على الرابر باند استخدم البوكس، احط البوكس اسحب وانط، او اني استخدم مثلا بار يكون ارتفاعه نازل بحيث ان القدم تكون على الارض، فلما اكون على الارض وادفع نفسي للاعلى راح يساعدني ويكون اسهل بالنسبه لي، او اني اسوي جمب مثلا بالطريقه هذه. اوكي، اذا كان حتى هذا صعب كنت لاعب مبتدئ راح استخدم الرينج رو. وراح اسوي فيه 9 عدات. كل ما كان ارتفاع الرينج اعلى كان اسهل، كل ما نزل تحت راح يكون اصعب بالنسبه لي. والشيء الاخير اني راح اسوي ماكس كالوري على الاسالت بايك. التمرين عباره عن افري 2 مينتس في 8 جولات، يعني خلال 8 دقائق راح اسوي 3 كلين اوفر شولدر، بعدين 6 بيربيز اوفر بوكس، بعدين 9 بول أبس، بعدين ماكس كالوري. كم كالوري قدرت اخلص؟ 2، 3، 4، 10 حسب طاقتي. لما تنتهي الدقيقتين راح اعيد والعب تمرين مره ثانيه لغايه ما اخلص 8 جولات. جهزوا ساعتكم وخلونا نبدا بالتمرين.
أترك تقريبا 10 ثواني إلى 20 ثانية أرتاح فيهم، أخذ نفس عشان أبدأ الجولة الثانية، وهكذا لغاية ما أخلص 8 جولات، وبكذي نكون خلصنا تمريننا لحلقة اليوم. أعزائي المشاهدين، أتمنى استمتعتوا بتمريننا اليوم، شوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.